السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل المكالمات التي لم يرد عليها إلى البريد الصوتي في عمانة العمان. لو أنا حد اتصل بيا وما ردتش بيتحول للبريد الصوتي بعد ما أعمل الكود ده، نجمة نجمة 61، بعد كده نجمة 1 2 2 3 شباك. يبقى تاني كود تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي التي لم يرد عليها في عمان تل، نجمة نجمة 61، نجمة 1 2 2 3 شباك. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود الاستعلام عن مخالفات السيارات في عمان تل عمان. لو عايز تعرف مخالفتك اللي على السيارة تقدر تعرفها إن أنت بترسل كلمة إم بعد كده مطبوعة برمز السيارة اللي هو مثلا يعني 7 8 9 ألف ألف مثلا، ألف ألف أهو، إلى رقم 90 3 8. يبقى ام بعد كده رقم السيارة إلى رقم 90 3 8 في رسالة بيجي لك مخالفات السيارة على الموبايل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود خدمة 100 رسالة نصية قصيرة في عمان تل عمان. لو عايز أعمل خدمة 100 رسالة نصية قصيرة في عمان تل عمان عن طريق الكود ده، نجمة 200 نجمة 100 شباك، نجمة 200 نجمة 100 شباك، كود خدمة 100 رسالة نصية قصيرة في عمان تل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إشعار ما بعد المكالمة في عمان تل عمان. كود إشعار ما بعد المكالمة اللي هو لو أنت عايز يظهر لك بعد كل مكالمة تكلفة آخر مكالمة ومدة المكالمة والرصيد المجاني. طبعا الخدمة دي مجانية لمشترك حياك، والكود هو نجمة 268 شباك، 268 شباك، كود خدمة إشعار ما بعد المكالمة في عمان تل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود كشف حياك المصغر، خدمة حياك المصغر في عمان تل. طبعا ال 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 الخدمة دي بتعرفك فاتورتك أو استخدامك لمدة 30 يوم فاتوا. كشف مصغر بيجيلك على الموبايل. أما بتعمل الكود ده نجمة 267 شباك، نجمة 267 شباك، كود كشف حياك المصغر، بيجي لك رسالة بالتفاصيل استخدامك من رسائل نصية ومكالمات وانترنت وكل حاجة آخر 30 يوم في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل جميع المكالمات إلى البريد الصوتي في عمان تل عمان. تقدر تحول كل المكالمات اللي جاية لك على خطك إلى البريد الصوتي، البريد الصوتي اللي يرد عليها عن طريق الكود ده، نجمة نجمة 21 نجمة، بعد كده 1 2 2 3، يبقى نجمة نجمة 21 نجمة 1 2 2 3 شباك. ده كود تحويل جميع المكالمات إلى البريد الصوتي في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل المكالمات المشغولة إلى البريد الصوتي في عمان تل عمان. لو أنا موبايلي مشغول وحد اتصل بيا
الكود ده بيحوله المكالمة البريد الصوتي ان هو يسجل الرسالة او المكالمة عن طريق الكود ده، نجمة نجمة 6 7 نجمة 1 2 2 3 شباك. تاني الكود نجمة نجمة 67 نجمة 1223 شباك. بكده بنكون اوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهارده إن شاء الله نعرف كود قائمة خدمات عمانتل. لو عايز تعرف كل خدمات عمانتل وتوصل ليها بسهولة، طبعا الخدمة دي مجانية بدون أي فلوس، تقدر تعرف كل الخدمات عن طريق نجمة 1 2 3 شباك، نجمة 123 شباك، بتدوس اتصال بتشوف قدامك كل رموز وخدمات عمانتل. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف كود معرفة قيمة الفاتورة الشهرية في عمان تل عمان. لو عايز تعرف قيمة فاتورتك الشهرية في عمان تل عمان، تتصل على رقم 999 999 كود معرفة قيمة فاتورتك الشهرية في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء جميع التحويلات إلى البريد الصوتي في عمان تل عمان. لو أنا كنت عامل تحويل للبريد الصوتي جميع المكالمات، أقدر ألغي التحويل ده من خلال كود شباك شباك 2 شباك 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 آسف شباك شباك 21 شباك 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 21 شباك، كود إلغاء جميع التحويلات إلى البريد الصوتي في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف كود إلغاء تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي في حالة الخروج عن التغطية في عمان تل عمان. لو أنا كنت عامل تحويل المكالمات وأنا ما عنديش شبكة في الموبايل إلى البريد الصوتي، أقدر ألغي الكود ده، كود الإلغاء، عن طريق الاتصال بشباك شباك 62 شباك 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 62 شباك، كود إلغاء تحويل المكالمات في حالة الخروج عن التغطية إلى البريد الصوتي في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف كود خدمة الأقارب والأصدقاء في عمان تل عمان. طبعا الخدمة دي بكلم الأرقام اللي بضيفها من قرايبي أو أصحابي بأقل من المكالمة العادية، والكود هو 1 2 3 9. كود خدمة الأقارب والأصدقاء في عمان تل عمان 1 2 3 9. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل المكالمات في حالة الخروج عن التغطية إلى البريد الصوتي في عمان تل عمان. لو أنا في مكان ما فيهوش شبكة، أقدر أحول المكالمات إلى البريد الصوتي عن طريق الكود ده، نجمة نجمة 62 نجمة 1 2 2 3 شباك. تاني الكود نجمة نجمة 62 نجمة 1 2 2 3 شباك. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تحويل الرصيد في عمان تل عمان. كود تحويل الرصيد في عمان تل عمان، تحول الرصيد عن طريق نجمة 440
بعد كده نجمة، بعد كده 1 2 3 4 نجمة، رقم الموبايل بقى اللي هتحول له رصيد، بعد كده نجمة، بعد كده المبلغ بالبيسة يعني مثلا 100 بيسة، بعد كده شباك. يبقى كود التحويل الرصيد في عمان تيل نجمة 440 نجمة 1234 نجمة الرقم نجمة المبلغ شباك. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنوا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء تحويل المكالمات التي لم يرد عليها إلى البريد الصوتي في عمان تيل عمان. لو أنا كنت تعامل تحويل للمكالمات التي لم يرد عليها، أقدر ألغي التحويل ده من خلال الكود شباك، شباك 61 شباك، شباك شباك 61 شباك، كود إلغاء تحويل المكالمات التي لم يرد عليها إلى البريد الصوتي في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تغيير الرقم السري في عمان تل عمان. كود تغيير الرقم السري في عمان تل عمان، الكود هو نجمة 441، بعد كده نجمة، بعد كده 1 2 3 4، بعد كده نجمة، بعد كده الرقم السري الجديد اللي انت تكتبه 4 5 مثلا، بعد كده شباك. يبقى تاني كود تغيير الرقم السري في عمان تل عمان نجمة 441 نجمة 1 2 3 4 نجمة الرقم السري الجديد شباك. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء خدمة حاضر في عمان تل عمان. لو أنت كنت عامل خدمة حاضر اللي هي بتبعت لك رسالة لو موبايلك مغلق من اتصل بيك، تقدر تلغيها من خلال الكود ده نجمة 400 نجمة 0 شباك، نجمة 400 نجمة 0 شباك، كود إلغاء خدمة حاضر في عمان تل عمان. بكده بنكون اوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، ان شاء الله استنى فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بحضراتكم في قناه الورد الطيب. النهارده ان شاء الله هنعرف كود خدمه العملاء في عمان تل عمان. لو عايز تتواصل مع خدمه العملاء عشان تسال على اي حاجه او تستفسر على اي شيء، كود خدمة العملاء بتاع عمان تيل هو 1 2 3 4 12 34، كود خدمة عمان تيل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء خدمة البحث عن الوظائف في عمان تل عمان. لو أنت كنت مشترك في خدمة البحث عن وظائف في عمان تل، تقدر تلغيها عن طريق إن أنت بترسل رسالة فيها حرف الحاء إلى رقم 90 226، برسل حرف الحاء لرقم 90 226 في رسالة، بيتم إلغاء خدمة البحث عن الوظائف في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود خدمة حاضر في عمان تل عمان. اللي ما يعرفش خدمة حاضر، خدمة حاضر الخدمات المجانية. لو انت موبايلك مغلق واتصلت، اول ما ترجع لموبايلك يبقى شغال، يجي لك رساله بمين اتصل بيك. كود الاشتراك في الخدمه هو نجمه 400 نجمه 1 شباك، نجمه 400 نجمه 1 شباك، كود خدمه حاضر في عمان تل عمان. بكده بنكون اوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا،
إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف كود تفعيل الرسائل الترويجية في عمانة العمان. لو أنت عايز يجيلك الرسائل الترويجية على موبايلك، بتقدر تعملها أو تفعلها من خلال أنت بترسل حرف الت في رسالة، تاني نكتب حرف الت في رسالة إلى رقم 996 996. يبقى تاني كود تفعيل الرسائل الترويجية في عمان تيل، برسل حرف الت لرقم 900 بعد كده 96. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف كود البحث عن الوظائف في عمان تيل عمان. في كود بتكتبه بيجيلك بعد كده الوظائف المتاحة ليك عن طريق إن أنت بترسل حرف الت في رسالة إلى رقم 90226. برسل في رسالة رقم أو حرف ت إلى رقم 90226. ده كود البحث عن الوظائف في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله نعرف كود الاشتراك في خدمة 200 رسالة نصية قصيرة في عمان تل عمان. لو عايز أعمل خدمة 250 رسالة نصية قصيرة عن طريق الاتصال بالكود ده، نجمة 200 نجمة 250 شباك. تاني كود خدمة 250 رسالة نصية في عمان تل، نجمة 200 نجمة 250 شباك. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود تعطيل الرسائل الترويجية في عمان تل عمان. لو أنا بتجيلي رسائل ترويجية كتير على الموبايل وعايز أعطل الخدمة دي، أقدر أعطلها عن طريق إن أنا برسل حرف الألف كده. هنكتب مع بعض ثانية واحدة، ألف 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 واو إلى رقم 996 تسعمية بعد كده 96. ده كود إلغاء تعطيل أو تفعيل الرسائل الترويجية في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف كود إلغاء تحويل المكالمات المشغولة إلى البريد الصوتي في عمان تل عمان. لو أنا كنت عامل تحويل وعشان موبايلي مشغول وحد بيتصل بيا، أقدر ألغي التحويل ده من خلال الكود شباك شباك 67 شباك 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 67 شباك. كود إلغاء تحويل المكالمات المشغولة في عمان تل عمان. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الكود. شكرا لكم جزيلا، إن شاء الله استنى فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.